السلام عليكم اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين. بغيت نحكي لكم القصه ديالي. انا مجوج في 2000 وعندي الدري الكبير الاول عنده قريبا طالع في 20 سنه، والدري الثاني عنده 18 عام، والدري الثالث عنده 16 سنه، والطفله الرابعه عندها 14 عام. وانا كنخدم، عندي الحال المهنه ديال القزاره وعندي المهنه ديال الحداده. وهذا العام هذا كتسمى 9 شهور ما شفتش ولادي مره، 9 شهور ابدا ما شفتش الولاد ديالي. والسيفه ديالها هي لقيت عندها تصاور، 3 تصاور زوبط. ومني سولت في التليفون ديال ولدي، مني سولت قلت له هاد التصاور فين هما، قال لي ودي انا لقيتهم معطيين لواحد النمره. ومني ولدي مشى عيط في ديك النمره كيخرج في ود خالها نيت بالصوره ديالو. ومن بعد شديت منه النمره وبديت كنعيط له، قلت له انا مرتي كدير لي انتحار كل عام وكتجي لعندك المكناس وهذا الشيء اللي داير لي. قال لي انت ماشي راجل، ما خلاليش، اولا ما خلاليش بشي معيور اللي ما كاينش، وفي خبارها كيعيط لي وكيعيط لمرتي حيت هي اللي عندها السبب ديال المسائل كامله. ودابا حاليا 9 شهور ما دخلتش، ما شفتش ولادي، وصيفت لها 400 درهم، صيفتها لها و 700 درهم صيفتها لها الاخريه الليله ديال العيد، وعندي الورق ديالي وعندي شهود. انا اي حاجه كنديرها بشهود، ما كنعملش شي حاجه اللي خارجه الطريق. ومني جيت لهنايا لطنجه باش دخلت، لقيت السكن ديالها محول وما كايناش هنا، راها في النوى واحد المكناس. هبطت المكناس حيت عندها الله اعلم 15 يوم ولا 20 يوم الكونجي مع المعمل، وهبطت المكناس وعندها 3 دنماري، جوج حيدتهم والثالثه عطاها لي على ولدي. مني دخلت ليها الواتساب كنلقاها دايره الماكياج على الصويره ديالها، وكنتمنى على الله يكون شي انسان اللي يفهمني ويحس بيا. وهذوك التصاور اللي لقيت راه عندي عاد وكيل الملك، راه ماشي كنكذب، وعندي بالكاتب عمومي وعندي عاد من خرجتهم، راه اي حاجه كنطقها كنطقها بالشعور ديالها. ولا اتصلت بي، عندي الدليل من جميع ما يكون اخويا، عندي الدليل من جميع ما يكون، ما كاينش شي حاجه اللي ما تكونش عندي بلا دليل. انا عندي الاوديوات كامل دابا حمل المخزن، عندي الاوديوات كامل دابا حمل المخزن. ودابا حاليا كتصل بيا وحده وكتقول لي راه هادوك ماشي ولادك، كتقول لي مرتك كتخونك مع مول المعمل وكتخونك مع الناس كتدخلهم حتى لعندك حتى للمحل ديالها، وولادك راه في خبارهم. وهذا الشيء اللي كنقولوا انا كنتلم به، حيت على حسابيش عندي الاوديوات وعاد فحمل المحامي وعندي الاوديو نتوما سمعوه بلا كتقول لي خيتي هادوك راه ماشي ولادك. ودابا الله يرحمكم الوالدين، والله ما شفت العين، والله ما شفت الدخان، واقسم بربي ومن باحت راس والله ما شفت الدخان، ما شفتوش، ما شفت لا دخان لا مجمر لا يديك لا يخليك. عييت في واحد الفيلاج ما كاينش فيه السكن، فيه على الحوانت والقهاوي، ما كاينش، ما شفتش العيد. شفتو نهار شفت الحولي جار النهار اللي كان غيكون النهار العيد، باقي له نهار، حيت انا كنمضي الجناوي الشفاري، راه نكون قريبا شي 7000 شفره اللي مضيت في هذه السيمانه العيد. الاجر ديتو انا وما كليتش اللحم، اجر ذبحوا به الناس وانا ما كليتش اللحم ابدا. الساعه اللي كان نهود هوت نهار ثاني عيد باش ندخل لهنايا لطنجه، شاط لي 800 درهم، شبرت المحل ب 600 درهم، ما عنديش حتى الحصيره، والله ما عندي، ما عندي لا حصيره لا والو. مخده كانت مخده وحده، مخده وحده كنتوسدها انا وولدي كيتوسد الحوايج، شاركنا وياه مالطه، مالطه وحده مفرشنا من التحت ومالطه وحده مغطي بها. النمره ديالي هي تما، وغنطلق لكم الواتساب وغتشوفني حتى في المحل ديالي في كاين. اللي ما كيتيقش بيا يتصل بيا في الواتساب ويفتح له الكاميرا ويشوفني في الناعس ويشوف. الزوجه ديالي كتخوني مع ود خالها، ومع دابا كتقول لي دابا انا مع الشاف ديال المعمل اللي ما شفتوش ما كنتعشاش وما كنعشيش ولاد. وصاحبتها كتقول لي احنا الا ما تلاقيناش الشاف ديال المعمل ما كيكونش عندنا شرف، لا انا ولا هي، انا راجلي ما كنحش به. صاحبتها كتقول لي انا راجلي ما كنحش به الا ما شفتش الشاف ديال المعمل، هي وصاحبتها. انا هادشي هذا اثر عليا، وخصني الناس يسمعوني، ماشي كاينه جمعيه ديال النساء، كاينه جمعيه ديال الرجال، حتى الرجال راه ما عندهم حقوق. الراجل الا بكى، الا بكى كيكون عنده ظلم كبير على المراه. اما المراه كتكون عندها عاديه، المراه عاديه تبكي، ولكن الراجل صعيب الحال، صعيب الحال الراجل يبكي. وانا بقيت فيكم، انا مزاو فيكم، عاونوني، اقسم بالله ومن بعث رسول الله الا كذبت عليكم في هذا العواش الله يرزيني في صحتي، الله يرزيني في صحتي. الا عندي نقول لكم ما نعرف واش شاط لي 9 دراهم ولا 8 دراهم، انا نجبدها نوريها لكم، والله حتى نوريها لكم حاليا. دابا راه كتقول لك هودت راه المكناس، هودت راه المكناس، ودخلها جا في هذه الايامات اللي كانت فاتحه سبتها دوز عندها 10 ايام، عنده 25 سنه في الدار ديالها. ومني عيطت لها قلت لها كيفاش دخلك جات لعندك، قالت لك انت ما كاريش وماشي شغلك. وعندي الدليل، عندي الدليل، عندي شهود ولادي، عندي كلش. حتى هذاك خصها تحضروا لي، ما عندوش حق يبات ليه مع ولادي. انا عندي البنت عندها 13 عام، ها اللي شاط لي في الصرف ديالي، اقسم بالله ومن بعث رسول الله. ولكن نسال حق الله،
حق الله نسالو كيما تعدات عليا الانسانه اسال الله حق الله. وهذاك الانسان في عمره قريبه من 36 عام وانا عندي 43 سنه. هي في النواحي ديال نواحي سيدي قاسم. نواحي سيدي قاسم انا كنسكن تما ود نواحي سيدي قاسم. وهذه عام جينا هذه عامين وثلاث شهور. نهار اللي جينا هنا جات هنا بيومين حصلت عندها تصاور، جبت لهنا الوكيل الملك دخلتهم له. من بعد نسقت بيا الخبر على غدا رجع لعند البوليس، جابت لي خوها وجوج دراري بالجنوي بالمضى وسحبت الدعوه ومشيت بحالي. هدتني بخوها وباقي الخوها هدتني جوج خطرات، راه حتى الساكن عندي وتا ولادي شاهدين بالله كيجي لي حتى للدار بالسيف كيهددني. خوها نيت خوها هو اللي زايد لها فيه من جميع ما يكون. وخوها صيفط الاوديوات بالله خيتي كتقول لي راه مرتك كتخونك وكذا، يلاه سمحهم بلوكاني. هي باقا عندي النمره ديالهم بلوكاني، امو ما كتهضرش معايا، خويا مرت خويا ما كتهضرش معايا حيت نصبت عليا في الواتساب، ما كتهضرش معايا نصبت عليا وصيفطت لي لخوها على حسابيش، صيفطت لي لختها على حسابيش، عارف اني عندي مشاكل. وليداتي كتسمى معايا واحد اللي عنده 16 عام، هذه طالعه في الشهر، هذه طالعه في شهر ونص هو معايا، والدري واحد اخر كبير سامحه به هنايا في طنجه البارح جات تعشى معايا، تعشينا انا وياه الحوت حيت ما عنديش، شريت حوت كيلو ديال الحوت ب 7 دراهم باش تعشينا انا وياه وخوه. هذه باش وهي راه ما عرفتش كنعيط لك كتقول لي ماشي شغلك، كنقول لها فين نتي كتقول لي ماشي شغلك، ولدها كنعيط له كنقول له فين يا امك كيقول لي ما نعرف. هذا ولدها اللي كتسمى اللي شاده في اليد اليمين ديالها، دابا انا كيهدوني ولادها كيهدوني، ولدها عندها ولدها كيهددني كيقول لي الا جيتي نقطع لك رجليك. واش هذا ولد اللي ربيته انا زيت عليه الحديد، انا معلم كنهز الحديد، انا الخدمه ديالي كامله اجر، ما عمري كنخدم انا بشي حاجه اللي كتعصي سيدي ربي. انا خدام مع في الاجر، خدام مع الحيوان، انا ما خدامش بشي حاجه، كنخدم مع الحيوان، كندير الاجر في الحيوان، ما كنديرش الاجر بشي حاجه. انا معلم كنصفح البهايم كنحدد انا العيشه ديالي عايفه، هذه هي العيشه ديالي. ولكن هذه الانسانه استولت على الشعور ديالي، كندعيها الله ما كتخلينيش نخدم، هي خدامه وكتغني. انا ولدي تنزل لي في المحل ديالي وكنبكي على ولدي، كنقول له خوك ما بغاش يوقف لي من الدم، وهي كتضحك كتغني لي في التليفون، عندي الاوديو عندي المكالمه مصيفطه لولدي، كتغني لي في الاوديو حتى ولدي كرهها كيسمع الصوت ديالها كيقول لها التليفون، كيقول لها علاش؟ كيقول لي انت كتبكي عليا وهي كتغني لي في التليفون. اقسم بالله انا مزوق فيكم الناس كيقول لي ماشي ولادك، علاش دابا خاصني هذا الانسان نتقابل معاه نتحاكم معاه؟ الا جبرت شي مسؤول اللي وقف معايا نتقابل مع هذا الانسان اللي كتقول لك ماشي ولادك، خصني نعرفهم ماشي ولادي، اولا تلقتو الروح عاد نولي انا هو المسؤول ديال الشيء. الناس اللي كتعطي اللي كتدخل الميشا ماشي مسؤوله، الناس اللي كتسبب المشاكل ماشي مسؤوله، المسؤول مول الجريمه. لا خصك تسالوا على الناس اللي كيدخلوا الجريمه اللي كيسبوا الجريمه. هذه الانسانه كتعيط لي كتقول لي مرتك مصاحبه مع مول المعمل، مصاحبه مع المحامي، مصاحبه مع الدري اللي كتدخلهم للدار، وهذوك ماشي ولادك بزاف. نسمع على هذا الشيء راه صعيب الحال. الله يرحمكم الوالدين، الله يرحمكم الوالدين، عاونوني خصني ندير تحاليل لربعه د ولادي، ربعه د ولادي خصني ندير لهم التحاليل. الله يرحمكم الوالدين اللي عنده شي والدين اللي عنده شي ولاد الحلال. انا ما كنطلبش ولاد الحرام، ولاد الحرام اللي هما في الخيانه ما كنطلبهمش في الشاشه، كنطلب ولاد الحلال اللي عارف راسهم عندهم عيشه الحلال مع ولادهم، عارف راسهم عندهم عيشه الحلال مع ولادهم وتيقن في ولادهم. ونقول لكم واحد الكلمه، الله يرحمكم الوالدين اللي عنده شي ولد صغير وشافو ما كيبغيش يسمح فيه من دابا وتقلد على كتافي، حيت على حسابي باش يجي واحد الوقت عيبقى يهدك كيما كيهدوني انا. ولدك الى عقتي به صغير ما كيبغيكش اسمح فيه، عندك حق ما تخافش من العذر سيدي ربي، اسمح فيه وما تخافش على حسابي باش يجي واحد الوقت وعاد سبب المشاكل اكثر من داك الشيء هذاك، اللهم اسمح فيه دابا على حسابي باش انا اللي وقع لي انا ما وقع حتى شي انسان. انا باقي لدابا في الخيانه، انا باقي لدابا في الخيانه. الدري ولدي دخل على امو كيلقاها دائما في المالطه كتهضر في التليفون، ملي كتقول لها مالك امك تقول لها انا خرجت من الدوش باقي ما لبستش حوايجي. هذه الانسانه كتهضر في الكاميرات عاديه زبطيطه وعندها التليفون، عندي ثلاثه د المريب راهم عندي. الا قال لي القانون بالمخزن مرتي كتفسد مباشره، الا قال لي القانون بالمخزن فعلا النماري ديالي بثلاثه غنشدهم. عندي النمره ديالي بلا كارت ديالي عاطيها لها وعندها جوج نماري، الا كان شي مسؤولين النماري بثلاثه غيتشدوا غيتعرفوا واش مرتي عندها الخيانه ولا ما عندهاش. على حسابي التصاور عندي عند وكيل الملك بتبت مثبته، عندي اي حاجه مثبته. ودابا الله يرحمكم الوالدين اللي فهمني واللي حس بيا واللي كيحس بيا وعايش في هذه المشاكل ديالي يعاوني، يعاوني باش ما كان، وخا بكلمه الخير، وخا بكلمه الخير يعيط لي ويقول لي ود الناس الله ياخذ فيها الحق. هذا الشيء اللي كنسمع، واللي بغى يعاوني مرحبا به. والله اخويا ما عندي حتى الحصيره، انا النمره هذه اللي عطيت انا نفتح فيها الواتساب دابا، وحاليا اللي بغاني وتاكد مني نوري فيه ساكن ونوري حتى ولدي، والله تنوريها له. الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، والله يرحم والدين هذه الاذاعه اللي كتفتح الابواب للناس
والابواب لجميع المسلمين. هاد الناس مسلمين، هاد الناس ماشي كتسمى خارجين الطريق، هاد الناس كيحسوا بالناس، هاد الناس هادو عيبشوا بعاد باش كيحسوا باي حاجه ديال المواطن، ماشي كيرشيه ولا كيقول لك عطيني جي عندك ولا شي حاجه كتحكي له كيقول لك انا نوقف معك. الله يجازيكم بخير اخويا، الله يرحمكم الوالدين، الله يجعل هذه السمعه ديالكم تبقى دائما بعيده. كندعي على الله والمخزن غنتقابل معاه، الله هو انا داعيها لي طالعه النهار اللي تزوجت بها، ولكن غنتبع مع القانون ديال ذاك الانسان اللي خرج لي على ولادي في المعمل، غنتبع مع القانون. كنطلب سيدي ربي تجي عندي شي جمعيه ديال الرجال اللي توقف معايا من ديما حتى للمعمل، توقف معايا من ديما حتى للمعمل في خدامه، ومن ديما حتى لهذا الشاف اللي كتنطق به هي، اللي كتقول لك الا ما تعشي الا ما شتوش في الاداره ما نتعشاش. انا هذا الشاف ديال المعمل باش عقدت به كنهضر معاه في التليفون، عيط لها خدام حداها قال لها اري شي باكيه ديال، حيت هي كتخدم بلانش، قال لها اري شي باكيه، قالت له انا رجليا كيحرقوني، قال لها السي عبد المنعم كل جال، قال لها الشاف ديال الاداره كل مره كتمشي عنده بجوج دقائق ثلاثه دقائق، قال لها وانا كتسمى رجلي كيحرقوك. جيت انا قلت لها كيفاش هاد الشاف، قالت لي انا ما شتوش ما كنتعشاش، انا ما شتوش ما كنطيبش عشاء لولادي. جات صاحبتها قالت لي دوز لي صاحبتها، دوزت لي صاحبتها قالت لي شوف اخويا، قالت لي حنا ما قالت لي حنا ما دخلناش عند الاداره، قالت لي ما كنحسوش براسنا عندنا شرف كنمشيو عند رجالنا. هادشي هذا وشي كلام كانوا كيعايرونا به، والله ما تقول هذا معمل، ما تقولش هذا معمل، حاشا ويشكون معمل، شي كلام بواحد الصوت كبير كتعايرني به هذيك صاحبتها بشي كلام، والله ما تقدر حتى تدخل عليا الواتساب، والله تنقول لكم شنو كتقول لي، ولا بغيت نصيفط لكم حتى الفيديوهات حتى الاوديوات ديالها اللي كت يعيدوا بالله مش تراجيم يا لطيف. انا كنبغي ولدي واحد هذا اللي معايا فقط، ما عمرو حقرني، ما عمرو تعدى عليا، ما عمرو رد عليا شي كلمه، هذاك اللي كنبغي، هذاك اللي كنبغي في حياتي. ودابا الله يرحمكم الوالدين اللي شاف فيا واللي سمعني واللي كره، راه ما كتسمى شاد محل ب 600 درهم شاط لي 90 الف فرنك، وقسم بالله الا بقات 100 درهم ما عنديش. انا دابا صمت فيك مع ولادي، خاصني ندير تحاليل، خاصني نمشي ندعي على راسي، خاصني نعرف على ولادي واش هذوك ولادي ولا ماشي ولادي، على حسب اش عندي الاوديو وتما تسمعوا الاوديو كتقول لي خيتي راه ماشي ولادك، فعلا كتقول لي ماشي ولادك، وكتحلف بالله كتقول لي سير دي ولادك دير لهم ديهم للطبيب شوفهم راه ماشي ولادك. وهذا الشيء هذا اللي ما كانش يجرحكم انا راه جرحني، ولا كان جرحكم انا راني مجروح. الله يرحمكم والدي، الله يجازيكم بخير، الله اللي عنده شي طريق بغى ينوي فيها الخير الله يكملها له، هذا الشيء اللي كاين. الله يرحمكم الوالدين.